أخبار المغرب بإيجاز من استوديو قناة الجامعة المغربية كامبوس ماروك تي في، مرحبا بكم. توقفت قنوات الاتصال بين مدريد والرباط بفعل أزمة استقبال إبراهيم غالي وتأخر معها النظر في عدد من القضايا الأمنية والاستراتيجية. يبقى أهمها التنسيق الأمني والهجرة السرية وترسيم الحدود البحرية قبالة الصحراء الذي دخل مسلسل التأجيلات منذ شهور. وتساهم الأزمة الإسبانية المغربية في تعطيل الحوار حول عدد من القضايا الاستراتيجية، إذ تأخرت القمة الاستثنائية التي كان مقررا عقدها أواخر العام الماضي، ولم يتم الحسم في ملفات عالقة من قبيل تجديد الأسطول البحري وترسم الحدود الإقليمية. أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش خلال حضوره ضيفا على مؤسسة الفقه التطواني للعلم والأدب بسلا في إطار نقاشات برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع يوم أمس الثلاثاء، أن حزب العدالة والتنمية يعاني من إشكال في التدبير عندما يكون مع فرقاء آخرين، كاشفا أن الأغلبية راسلت رئيس الحكومة بسبب اجتماعه مع المعارضة دون عقد أي اجتماع مسبق مع حلفائه، معتبرا أن لقاء رئيس الحكومة مع قادة المعارضة كان يتطلب اجتماعا مع الأغلبية للتوافق حول الأمور التي سيناقشها معهم. حذرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك من مخاطر ارتداء الملابس الجاهزة الجديدة التي يقتنيها المستهلكون من المحلات التجارية من دون إخضاعها لعملية غسيل لمواد التنظيف من أجل إزالة كافة المواد الكيماوية التي تحتوي عليها. وقال بوعز الخراطي رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك أن الملابس الجديدة تحتوي على مواد كيماوية وأصباغ تستخدم في سلاسل إنتاج هذه البضائع، وللتخلص منها لابد من غسلها قبل ارتدائها. في الوقت الذي تحضر فيه المملكة لاستقبال الرحلات الدولية وعودة حركة الطيران، يواجه العديد من المغاربة العالقين في مختلف بقاع العالم مطبات كثيرة قد تعرقل مسار عودتهم إلى أرض الوطن في ظل الشروط الصارمة التي وضعتها الحكومة. ووفقا لمذكرة أصدرتها المديرية العامة للطيران المدني موجهة إلى شركات النقل الجوي، تحدد فيها شروط دخول التراب الوطني من قبل المغاربة العالقين في الخارج، فإن الحكومة اشترطت ابتداء من الأسبوع المقبل تقديم اختبار PCR سلبي مدته لا تتعدى 48 ساعة قبل الصعود إلى الطائرة. تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة طنطان على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الثلاثاء من حجز 6 أطنان و503 كيلوغرام من مخدر الشيرة وتوقيف 5 أشخاص أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. تتعدد مطالب المواردين المغاربة الذين يحتفلون اليوم الأربعاء باليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 من مايو من كل سنة، مشددين على الحيف الذي يطالهم مؤكدين أن لهم ملفا مطلبيا لم يتم النظر فيه لسنوات طوال. نهاية الموجز، موعدنا الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.